أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد
صدق الله.